القناة السابعة الإسرائيلية ذكرت أنه من المقرر أن تنضم إلى الجيش الإسرائيلي غواصة جديدة خلال عام 2020. القناة الإسرائيلية أوردت ما أعلنه قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، كان أعلن عن اسم الغواصة السادسة التي ستنضم إلى أسطول الغواصات في سلاح البحرية الإسرائيلي مطلع العقد المقبل. وذكرت القناة أنه تم إطلاق اسم التنين على الغواصة الجديدة نسبة إلى طائر التنين المتوحش في أعماق البحار، حيث جاء إعلان اسم الغواصة في إطار مؤتمر خطة عام 2019 لسلاح البحرية الإسرائيلية، وهي الغواصة السادسة في أسطول الغواصات الإسرائيليين.